في سوريا، منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية صرح لرويترز الخميس أن مدارس ومنشآت صحية ومناطق سكنية أصيبت في أسوأ حملة قصف بالبراميل المتفجرة منذ 15 شهرا في شمال غرب سوريا. المصادر ذكرت أن قوات روسية وسورية كثفت الضربات الجوية والقصف خلال الليل في أعنف هجوم منذ الإعلان عن إقامة منطقة منزوعة سلاح.